هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. تغطيتنا اليوم لسيارة كيا نيرو، سيارة جديدة بالكامل وجيل جديد. السيارة هذه جمعت أكثر من شغلة في سيارة واحدة، بمعنى إذا تبغى سيارة تصميم جميل ونفس الوقت فيها أنظمة متطورة وعلى هيئة جيب وتصميم هاتشباك وسعة تحميل مناسبة والأهم اقتصادية بالوقود، فهذه السيارة جمعت كل هالشغلات في سيارة واحدة وتنافسها تقريبا تويوتا سي اتش ار الهايبريد. وبالنسبة للمحرك، 4 سلندر جي دي اي بسعة 1.6 لتر هايبريد يولد 105 حصان، والماطور الكهربائي يولد 43 حصان. يعني نتكلم عن إجمالي عدد الأحصنة أمامي، ما شاء الله. بما ان السيارة دبل كلتش، هذه احدى السيارات اللي شفت فيها الدبل كلتش ناجح، يعني ما في اي نتعة او شيء زي كذا كدبل كلتش. انتبهوا في الكلام، يعني كالتغييرات ما في اي نتعة. وغطى المحرك تفتح بشكل يدوي عن طريق العصا، والان بحط لكم مقاطع لتجربتي لها وانا مسافر لينبع وكم استهلكت وكل شيء. طيب جيت اعبي بنزين، اعبي اخضر فل. المهم بنصفر العدادات، دقيقة نضغط اوكي، بنصفر كل شيء. المعلومات المجمعة، 40 ريال كم لتر؟ 28 لتر 40 ريال. بالبنزين الموجود نقدر نمشي 777 كيلومتر، طبعا اللتر الواحد يمشيها 24 كيلومتر بتقييم ممتاز بلس، بنزين اخضر طبعا. طيب بسم الله بتوكل على الله الى ينبع. الان شوفوا داخل المدينة مشيت 200 كيلومتر والبنزين فقط ربع، نستهلك يعني ربع التانك. لما نوصل نشوف كم الاستهلاك واجمالي عدد الكيلومترات. داخل المدينة 200 وخارج المدينة قرابة 300. الان على سرعة 132، السرعة المسموحة للطريق يعني. المهم شوفوا ركزوا، كعز الأرضي، صوت الهواء، كل شيء كالعادة. طيب احنا الآن على سرعة 141 كيلومتر، سرعة الطريق 140. طيب زي ما شايفين حلامة البنزين ولعت. الآن ممشى السيارة 518 كيلومتر داخل وخارج المدينة، ومشينا داخل المدينة 200 كيلومتر دعس وكل شيء تمام. فالان عبينا فل 38.5 لتر، قيمه 55، بنزين اخضر. فانا ما بقول لا كذا ولا كذا، انتوا احكموا بنفسكم حلو. وبرضو بنخوض تجربه ثانيه الان بالبنزين هذا، حاول اني ما ادعس ابدا، امشي مشي اقتصادي طبيعي وبنشوف. طبعا القراءه الجديده 711 كيلومتر نقدر نمشي بالبنزين الموجود. طيب الحمد لله بشركم وصل جدة. طيب السيارة استهلكت نص التانك زي ما انتم شايفين، يعني عبينا فل بكم 55 ريال، يعني نتكلم عن 27 ريال تقريبا. طيب بسم الله ونبدأ نفصل السيارة من الواجهة الأمامية. عندنا الإضاءات فل LED، طبعا عدستين العالي والواطي، العدسة اللي هنا العدسة الرئيسية وهذه عدسة إضافية تمام. العدستين كلها تشتغل في آن واحد، والإشارات اللي دي زي ما تشايفين، وهنا عندنا الليد النهاري، وبعدين عندنا الكشاف هنا أيضا عبارة عن عدسة الكشاف، وعندنا حساسات عددهم 4. بالنسبة للشب لو تلاحظون تحسون كأنه إيش، فتحات مقفلة، لكن لو تركزون هنا بالأسفل شوفوا في فتحات هنا، فاثنين في واحد. هنا مشتت الهواء باللون الفضي. بالنسبة للجنب قياس 18 إنش كفرات رياضية من ميشلان، ما شاء الله تصميم الجنوط جميل جدا، يعني ما خربوا التصميم بحكم ان السيارة هايبريد، ونفس الوقت كحل الجنوط، ما في فتحة سقف بانورامية. هذه المراية الجانبية فيها اشارة LED، هنا لون البدي وهنا بيانو بلاك. طبعا في حماية بلاستيكية محيطية على كامل السيارة، وايضا الزيك اللي هنا اللون الاسود المطفي. دخول الذكي للابواب الاماميه مع تطعيمات كروم للابواب، خط كروم بالطريقه هذه. الان جينا للخلف، عندنا زعنفه القرش، وبعدين عندنا الجناح باللون الاسود مع اضاءه الفرمله، والاضاءه الخلفيه كلها فل LED ما عدا الاشارات والريوس هالوجيني. طبعا الريوس جهه اليمين بس باللون الاصفر، في حساسات خلفيه 4 LED طبعا،
لمبة الضباب والريوس الهيجيني، هذه الكاميرا الخلفية، وتانك البنزين جهة اليسار، وهنا صرفية الوقود. اللتر الواحد يمشي 24 كيلومتر بتقييم ممتاز بلس. طيب نفتح الشنطة من هنا، زر طبعا كذا، وبعدين تسحب طبعا عن طريق المساعدات. الشنطة تفتح، هنا بلاستيك، هنا مسكة عشان تقفل الشنطة، هنا المساحة التخزينية. سيارة عملية جدا، تقدر تستفيد منها، تصفط المقاعد اللي هنا، تشيل كل عفش بيتك ما في مشكلة. عن تجربة أنا أتكلم، هنا السبير عبارة عن جنط خامس مع المعدات، منطقة التخزين، منطقة التخزين، وزي ما قلت لكم من هنا بكل سهولة كذا تثنون المقعدة، حط اللي تبغى، تقدر تحط سلم حتى لو تبغى. فعملية جدا كمساحة تخزينية، بحكم ان السيارة تشوف التصميم كذا هاتشباك على جيب، خليط السيارة خليط. طبعا اذا عندك اغراض قليلة ممكن تستخدم هالستارة لحماية الاغراض من اشعة الشمس وايضا خصوصية. طيب الان نجي للداخل، وكالعادة نبدأ من الخلف. اول شيء بلاستيك بيانو بلاك، قزاز كهربائي مش اوتو، هنا عندنا تطريز وجلد بلاستيك حاملة للاكواب، هنا في شعار بكلمة نيرو بجميع العتبات، مسند وسطي اهم شيء موجود. شوف المساحة هنا ما شاء الله تبارك الله، انا طولي تقريبا 169. بعدين اهم شيء عندنا فتحة التكييف، رغم ان السيارة حجم صغير الا ايش فيه التكييف الخلفي، فتحة التكييف واصلة للخلف، ما في منافذ USB. طبعا في اضاءة باللون الاصفر هنا، نظرة بانورامية من الخلف للامام، ننتقل للامام. طيب الان هنا عندنا رابر مش بلاستيك، بيانو بلاك، النوافذ الأمامية أوتو، جلد بلاستيك، منطقة تخزين. طبعا المقاعد الأمامية بالنسبة للراكب بتحكم يدوي، أما السائق بتحكم كهربائي. إذا أنا مرتاح ما غيرت وضعية المقعدة، نفس الوقت هنا في مساحة كافية، في إضاءات محيطية هنا تقريبا في 7 إلى 8 ألوان، وتقدر تغيرون اللون من هنا بوريكم بعدين. الدرج زر من هنا، ما في إضاءة طبعا. طيب الآن نجي لجهة السائق، طبعا زي ما قلت لكم الدخول الذكي للأبواب الأمامية، وأيضا في إضاءة ترحيبية هنا للأبواب الأمامية، والمرايات والإضاءة الترحيبية مجرد ما تقرب من السيارة تشتغل من غير ما تضغط أي شيء، أو عن طريق الريموت تفتح السيارة. عندنا الأبواب الأمامية، النوافذ أوتو، الخلفية كهربائية عادية، هنا السنتر لوك، هنا تأمين النوافذ الخلفية، التحكم بالمرايات الأمامية يمين يسار، وأيضا تصفط المراية بشكل كهربائي أو تخلي أوتو مع تكفلة السيارة تتصفط المرايات أو تلغي من هنا، نفس الفكرة. ربر جلد مع خياطة، منطقة تخزين بلاستيك. دين عندنا هنا المقعدة، هنا تحكم كهربائي زي ما تشايفين التصميم بالشكل هذا، طبعا هنا جلد هنا بلاستيك. بعدين في شغله مره حلوه هنا في السياره هذه، الاكتاف، نكشه الاكتاف هنا رخاميه، سواء اللي هنا او اللي هنا، شوفوا لاحظوا حتى ايش مسكه الحزام، حتى اللي بالخلف نكشه رخاميه، حتى المسكه اللي هنا، فحركه جميله صراحه. طبعا في ارباقات اماميه، على فكره السياره هذه لسه ما دشنوها للبيع، فتقريبا سياره اصدار خاص، ان شاء الله بعدين حنعرف ايش المميزات اللي تيجي فيها، سواء فتحه السقف او الى اخره. طبعا في هنا بيت النظارة، الاضاءات باللون الاصفر، وهنا الشماسة مع مراية مع اضاءة للراكب، نفس الفكرة. طبعا المراية الوسطية تعتيم كهربائي اوتو. طيب نجي نكمل، عندنا هنا فاصل مانع الانزلاق، وبعدين هنا اعادة ضبط البطارية، وهنا ترفع وتنزل الاضاءات الداخلية، وهنا ترفع النور وتنزل النور. طبعا هنا زر التانكي، وهنا علبة الفيوزات، هنا تفتح الكبوت، جرنت هنا عن طريق الرجل الله يكرمكم، وبعدين هنا دواسات الفرامل والبنزين. طبعا بالنسبه للدركسون تتحكم بشكل تلسكوبي، للامام، للخلف، فوق، تحت. الان عندنا هنا الدركسون مكسو بالجلد مع تطريز خياطه البوري، كذا صوت البوري. بعدين عندنا على يمين الدركسون التحكم بالمساحات، طبعا عندنا التشغيل عن طريق ايش الزر. بعدين هنا عندنا التحكم بالاضاءات، في لمبه الضباب والكشافات، وايضا في ميزه الاوتو. بالنسبه للعدادات، حلو، هنا شاشه وسطيه قياسها تقريبا 4.2 انش، اما الجانبيه هذه شاشات عاديه، هنا الشاشه الحقيقيه. هنا عندنا معلومات القياده، نمط القياده، تدفق الطاقه، درجه الحراره، حراره السياره طبعا، حراره المحرك، توفير الوقود،
وهنا المعلومات المجمعة، وهنا ضغط الإطارات، هنا الإعدادات، الباب، المصابيح، الصوت، ملائم، ميعاد الخدمة، ميزات إضافية، إعادة ضبط. أيوة خلينا أوريكم، تدخلون المصابيح تضغطون أوكي، بعدين عندنا سطوع ضوء المحيط، هنا تختار السطوع، بعدين لون الضوء المحيط، عندنا أبيض، رمادي، أزرق، أخضر طبيعي، برونزي، أحمر، ففي تقريبا 6 إلى 7 ألوان. عندنا لو نركز على اليمين عندنا في إيش؟ عداد الضغط. عادة الهابريد ما تحصلون عداد الضغط، لكن هنا موجود عداد الضغط لأن الجير مش سي في تي. هذا شيء. الشيء الثاني اسمه 6 سرعات سحب أمامي طبعا. بعدين عندنا السرعة الإلكترونية وشعار إيكو هابريد، وهنا التانك البنزين على اليمين، وبعدين هنا وضعية القيادة إيكو. وبعدين شوفوا شغلة هنا، لما نحط دقيقة دي، لما نحط هنا على الاس كذا قلبت الاداء الرياضي. حلو، شوفوا كيف سبورت، شوفوا ها، شوفوا الان كذا الاقتصادي، كذا الاداء الرياضي. وبعدين تقدر تعشقون اول ثاني ثالث، او تخلون بس اداء رياضي اوتوماتيكي. بعدين على اليسار عندنا ايفو، يعني الان السياره شغاله على محرك الكهرب. وبعدين عندنا هنا القياسات تبع ايش الشحن، يعني انت على حسب دعستك ايش جالس تسوي، السياره جالسه تشحن ولا جالسه تعطيك طاقه للكفرات، او جالسه تسحب من الكفرات طاقه الى اخره. وهنا حراره البطاريه. قبل ما نتعمق اكثر، لقفلنا السياره، ممشى السياره 5200، هذه هي الحركة الترحيبية. السيارة شغالة بس بدون صوت، جاهزة للانطلاق. طيب نجي للشاشة الوسطية. الشاشة هذه قياسها 8 إنش، تدعم اللمس، أبل كاربلي، أندرويد أوتو، جميع القوائم المعروفة في سيارة كيا هونداي بشكل عام. ما نبي نتطرق إلا لشيء معين. عندنا هنا الهجين، بما أن السيارة هجينة هنا تلاقي كل المعلومات الخاصة بنظام الهايبريد. بعد عندنا فتحات التكييف بالشكل هذا، وفي تطعيمات كروم كذا بشكل كامل وممتد حتى هنا، وفي إضاءة محيطية حتى هنا في الطبلون فقط، ما في الأبواب. هنا الاختصارات للشاشة، الوسائط، هنا الصوت وتكتم الصوت، هنا التحكم بالمسارات، وبعدين عندنا هنا تحكم بالتكييف، مناخ مستقل للراكب والسائق، وأيضا وضعيات التكييف، دفع الهواء، كل ما يخص التكييف تلاقي هنا. بعدين عندنا هنا منفذ USB، شحن الجوالات USB لأندرويد أوتو، أبل كاربلي، وهنا عندنا 12 فولت، هنا منطقة تخزين لا أكثر. الجير مكسو بالجلد، وهنا مع تطريز خياطة. الجير زي ما قلت لكم 6 سرعات سحب أمامي، وهنا تشغيل وإيقاف الحساسات الأمامية والخلفية، منطقة تخزين حاملات الأكواب. هنا المسند الوسطي ملبس بالجلد مع تطريز خياطة، وفي منطقة تخزين ما عليكم بالقروشة. تصميم المقعدة جميل وأنيق، ونفس الوقت إيش الخليط بين الجلد والقماش شيء جميل، خاصة في الحرارة. لما تحط ظهرك هنا بتحط على ايش؟ مخمل، فحرارة أقل إلى آخره. طبعا ما في تسخين ولا تبريد للمقاعد. تقريبا كذا خلص من تغطية هذه السيارة. أيوة لا أنسى إنه في هنا مبدلات السرعة هنا على اليمين ويسار، ونفس الوقت هنا على الوضع الاقتصادي تقدر تزود وتنقص تقريبا تدفق الطاقة، شيء زي كذا ما عرفت له بالضبط، لكن المبدلات اللي هنا خلف المقود لها أكثر من استخدام عن المعتاد. عندنا هنا مثبت السرعة، تحكم بالمثبت، وأيضا هنا التحكم بالصفحات الموجودة بالشاشة، هنا الصفحات، ونفس الوقت الصفحات هذه تتنقل بينهم بالسهم وتضغط أوكي للدخول إلى الصفحة. هنا عندنا الوسائط، الأوامر الصوتية، التحكم بالتركات، رفع الصوت، خفض الصوت، كتم الصوت، وبعدين رفض المكالمات ورد المكالمات. هنا فيه تطعيمات كروم. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. سيارة جميلة استمتعت بقيادتها لمدة 3 أيام. أنا ما اقول لك اشتري، لا تشتري، بس تفرج، فر عنك عناء البحث وزي كذا، اغطي لك تتفرج وزي كذا، بعدين انت تاخذ قرار الشراء. لكن انا لو اني اقول لك لا، السياره هذه جربتها 100,000 كيلومتر والله اشتروها، تعال اتكلم، لكن انا اغطي لك، اسمها تغطيه وليس عرض للبيع، ففرقوا بين الاثنين، في امان الله.